مؤسس واحد من الناس قامت بتسليم مشروعين ماكينات خياطة وأسيوط لأم كريم وأم محمد علشان يقدروا يربوا ولادهم ويعلموهم ويقدروا يواجهوا مشاكل الحياة. شوف التقرير. مطلقة لي 10 سنين ومعايا ولد وبنت وعندي الدخل قليل. أنا متعلمة الخياطة وفاهمة فيها بس أنا ما كانش عندي إمكانيات إن أنا أشتري مكنة مكنة حمام الزيت دي عشان سعرها غالي ما أقدرش أجيبها. فأنا سمعت برنامج واحد من الناس اللي هو تبع الدكتور عمرو الليسي طلبت منهم مكنة فدابولي مكنة خياطة أشتغل أعمل بها تجومة ميلي سراير وأخيط للناس يعني اللي عايزة تخيط أخيط لها. توسع الدخل معايا عشان عيال بقى عايزين يتعلموا عايزين مصاريف كتير. عيالي طبعا معايا رانيا في تانية اعدادي مصاريفها كتير بتاخد دروس كتير وكريم في سنة رابعة ابتدائي. فانا كنت الاول بدي درس ودرس لا لان المدرسين بالحصة بدي مرة ومرة لا فبتفرق معايا لازم اعلمه. فاول ما اتكلمت مع الدكتور عمرو الليسي في البرنامج راح جاب لي مكنة الخياطة وهي ان شاء الله فتحت خير عليا. أرملة لي 5 سنين عندي 3 أولاد ساكنة في شقة بالإيجار. جوزي توفى ما كانش موظف الدخل التضامن الاجتماعي ده بيقول لي يعني ما مكفيش العيال بياخدوا دروس وهدوء ولبس وكل حاجة. فحبيت إن أحسن دخلي فاتصلت بالأستاذ عمرو الليسي فعلشان قلت له على مكانة فطلب مني أوراق معينة قدمتها فبعد أيام اتصلوا بيا المكنة جت. طبعا انا في دماغي تعلم العيال عشان اعلمهم تعلم كويس ما يحتاجوش لحد. ليه اكتر من 10 سنين بخيط بس ما كانش عندي مكنه غير المكنه اللي هي العاديه دي اللي بتاع زمان دي طبعا مش عامله معايا حاجه. فقدمت يعني على مكنه حمام زيت فجات لي من الاستاذ عمرو الليسي فرحت لما كنت محتاجاها.